تعد زراعة القوقعة أحد أهم الحلول المتبعة لعلاج مشكلات السمع، حيث يتم ذلك من خلال عملية جراحية يتم فيها إدخال القوقعة لتحفيز العصب السمعي استجابة للأصوات. يستفيد من هذه العملية الذين يعانون من ضعف شديد في السمع ولا تساعدهم المعينات السمعية، إضافة إلى من يعجزون عن سماع نصف الكلام المنطوق أو أكثر حتى أثناء استخدام السماعات الطبية. هي تفرق بعد زراعة القوقعة يعني التعاون مع الشخص نفسه. حقيقة الطفل اللي يكون لسه ما تكونت عنده اللغة، فهو هذا محتاج إنه نعمل الزراعة فقرب فرصة ممكنة عشان كي يندمج مع المجتمع، يكون يسمع ويقدر يتكلم. الشخص الكبير اللي يفقد السمع في السن المتقدمة هو عنده الخلفية عن الكلام، عن الدماغ متبرمج، فهذا غالبا بإذن الله عز وجل، فالتعامل ما حيكون يعني ما تكون صعوبته زي حديثي الولادة، يعني ممكن بإذن الله عز وجل مع زراعة القوقعة يتحسن ويرجع يندمج مع المجتمع كفرد سليم في المجتمع. ساهم تطور التقنيات والكوادر الطبية في نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بالطائف، ويوصي الأطباء بضرورة الفحص المبكر لحديثي الولادة ومن يعانون من أمراض وراثية وأمراض مزمنة قد تؤدي إلى مشكلات في السمع. للإخبارية خلود الغام.